اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما
سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء إليك، المنطرحون بين يديك، الخائفون الذليلون، نسألك مسألة المساكين، نبتهل إليك ابتهال الخائفين، ندعوك دعاء الوجلين، نسألك سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم، ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، يا عزيز يا غفور، أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا وأجب دعوتنا. اللهم ارفعنا، اللهم ارفعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أعزنا ولا تذلنا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. لا حول ولا قوة إلا بك، نعتصم بك، نعتصم بك، نلوذ إليك، نجأر إليك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. اللهم يا من هو في جلاله عظيم، وبعباده رحيم، وبمن عصاه حليم، ولمن رجاه كريم، يا من امتدت إليه أكف السائلين، واختلطت في دعائه أصوات الملحين، تطلعت لمعروفه أبصار المؤمنين، يا من تخشع له الأصوات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إلهنا ليس معك إله في الكون فيدعى، وليس لك شريك فيرجى، بمن نستغيث وأنت الرحيم الغافر، بمن نستنصر وأنت القوي الناصر، بمن نستجيء وأنت القوي القادر. اللهم يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، لا تهتك الستر عنا. اللهم أرخي علينا سترك يا ستير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في عز وعافية ونصر وتمكين.
إلهنا وسيدنا ورجاءنا ومولانا، اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم وبمن ينصرهم، اللهم عليك بهم وبمن وراءهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اقتلهم بأسلحتهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اسلبهم العافية كما سلبوها إخواننا، اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، اللهم لا تقم لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم أرنا فيهم كيوم عاد وثمود أو كيوم فرعون والنمرود، اللهم نجي إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم نجي إخواننا المسلمين في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم، احقن دماءهم، صن أعراضهم، اللهم تقبل شهداءهم واشف جريحهم واجبر كسرهم وارفع عنهم البلاء والكرب يا رب العالمين، اللهم رحمتك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك واهزم المشركين وارفع راية التوحيد عالية يا رب العالمين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اهد شباب وبنات المسلمين، اللهم اهد شباب وبنات المسلمين، اللهم حبب إليهم العفة والحشمة، اللهم حبب إليهم العفة والحشمة، اللهم احفظهم من السفور والتبرج يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم زين الإيمان في قلوبهم، اللهم حبب الإسلام إلى أرواحهم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.